وما تصليش كيما تحب انت، تصلي كيما امر الله عز وجل، فتصلى الصلاة بوضوئها وتصلى الصلاة في اوقاتها وتصلى الصلاة بفرائضها وسننها ومستحباتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كي كان مع اصحابه كان يقول لهم صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني نوري لكم كيفية الصلاة الصحيحة حتى تتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادة. ولهذا أفضل ما يتقرب به إلى الله من العبادات صلاتك، أحرص على صلاتك، دينك رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر هو الإسلام وتوحيد الله رب العالمين، وعموده العمود الفقري نتاع هذا الدين هو الصلاة. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد أشرك، وفي حديث من تركها فقد كفر. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأي عذر يأتي به المرء يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله وهو لا يصلي، ما هو عذره؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالإنسان على نفسه بصيرة، وكي نروحوا لهيه في هذيك الدار الأخرى كل واحد وقاعد هنا وحتى اللي مش قاعد هنا سيكلمه ربه، كل واحد يكلمه ربي. وكي يكلمه ربي قال ليس بينه وبينه ترجمان، كل واحد يترجم عليك ولا واحد يتكلم في مكانك، ولا تقول ما فهمتش الكلام ولا ما وصلنيش الأمر، ليس بينك وبينه ترجمان. وكي نروحوا لهيه تعرضون لا تخفى منكم خافية، وكي نروحوا لهيه يوم تبلى السرائر اللي راك مخبيه يتكشف، تبلى السرائر في سورة الطارق اللي نقراوها، تبلى السرائر وش هو السرائر؟ اللي ما مخبينه لداخل يكشفوا رب العالمين ويسألك. والسؤال لازم له الجواب، وباش تسلك لازم له الصواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، هذه الأولى. فإذا صلحت هذه الصلاة جاب ربي الخير، صلحت هذه الصلاة مشات الأمور. وإذا فسدت هذه الصلاة عصبت الأمور، تعسرت علينا،